موجز إخباري جديد لآخر وأهم الأنباء يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلاً بكم. وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 200,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض كلمات أو صوراً لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني. ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 813 جنيها مرتفعاً بذلك بنحو 5 جنيهات، وبلغ سعر الجرام عيار 24 928 جنيها ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى 696 جنيها. أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن عدد سكان المحافظة يبلغ ما يقرب من 11 مليون نسمة، وتنقسم المحافظة إلى 38 حياً، وأوضح أن محافظة القاهرة تمثل مكاناً رائداً للاستثمار والتنمية إذا ما تم الاستفادة من موقعها المتميز وثرواتها المتنوعة، ورغم جهود المحافظة المستمرة في تحسين حياة المواطن وتوفير الخدمات المختلفة بجودة لائقة، فإن هناك عدداً من التحديات التي تواجه القاهرة التي لا يمكن مواجهتها والقضاء عليها إلا بدعم الشفافية والنزاهة لدى أجهزة الدولة. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا صدى البلد الإخباري. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.